سي محمد، أنت من الناس اللي وضعت متن من المتون الذي يمكن الرجوع إليه في أي وقت من الأوقات للنغمات التونسية تقريبا في أغنية من أغاني زعمي صفي الدهر يا مشكاه. ولهذا الأغنية هذه سي محمد معناها نعتبرها أنا شخصيا، والفنانين توسي طاهر غرسة يتحدث معنا في الموضوع، نعتبرها متن من المتون ومرجع من المراجع ودراسة من الدراسات التي يمكن الرجوع إليها عندما الإنسان يدرس المقامات التونسية. شو سيدي، هذيك القطعة هي تفكرني في مصيبتي وخيبتي الأولانية اللي كان شعلق ضط عليها، وهي خيبتي في خطيبتي الأولى. أيوة أي نعم. ووقتها والدها يعرفنا ونعرفوه والعائلات متصلة بعضها، قال سي محمد نعطيه الطفلة والدار واللي أما حويجة واحدة يبطل الموسيقى. قلت أنا كنت بطل الموسيقى شبقى فيها القطيعة. أيوة. شيء ومنعنا لبعضنا، هي رقدت 3 أشهر وماتت. أيه. انتقلت. أيه. وانا نجمد عليها 9 أشهر، وانا حتى وليت كاني خيطي حتى جات الوالدة الله يرحمها وبركت على كذا قطيقتي. انا شعملت كنت فكر اثرا لتوا، فبكيت عليها بالكمنجة وبالموسيقى. بارك الله فيك سي محمد. هذا يا خلاص، على كل حال هي على كل حال هي الشحنة الموسيقية اللي بقات الدافئة في قلبك واللي تدفعك للعمل للآن. صحيح. وكان معايا وقتها سي محمود بورقيبة الله يرحمه ومدربني، وانا زعمة يا محمود، زعمة يا محمود، من ثم خدت زعمة يا صافي دار. ان شاء الله وان شاء الله وان شاء الله ما نعملولكش مشكلة مع مرتك الجديدة. على كل حال سي محمد، زعمة يا صافي الدهر يا مشكاية باش تأديها مطربة، هي مطربة تونس العزيزة صاحبة الصوت الحنون الذهبي. ودي أنا معجب بها. أيوة بنتنا. أيوة نعمة. نعمة اللي أول ما غنيت في الرشيدية يظهر لي، ثم أخذت الشهرة متاحها وتعرف الصوت متاحها. مع نعمة في أغنية زعمة صفي الدهر يا مشكاية، كلمات محمود بورقيبة، الوزن متاحها وزن البرجيلة. Yeah.
وانا النهار نهار